السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. إذا هذا النهار إن شاء الله غادي يكون واحد الفيديو جديد بالقناة. هذا النهار غادي نمشيو لواحد من المساجد العتيقة والمساجد القديمة في مدينة بركان، بل هو أول مسجد اللي دارت فيه أول خطبة جمعة في مدينة بركان. يعني أول خطبة جمعة دارت في هذه المدينة ديال بركان كانت في هذا المسجد، كانت في بداية الثلاثينيات. إذا أخوتي مرحبا بكم من جديد، نبداو الجولة ديالنا إن شاء الله في مدينة بركان. إذا رحنا في شارع محمد الخامس، ولكن ما غاديش نمشيو معاه، غادي نطلعوا مع هذا الشارع مع الطريق اللي تدي للجهة ديال السينما ملوية. إذا راكم تشوفوا معانا، وكما قلنا في المقدمة ديال هذا الفيديو أننا سنتوجه لواحد من أقدم المساجد في مدينة بركان باش نشوفوا الأشغال فيه، لأن راه دار في عملية الترميم، راهم يعاودوا البنتورة ديالو وراهم يديروا فيه شي أشغال، راهم يعدلوا شي حاجة تما. إذا هذا المسجد تقريبا تأسس في سنة 1932، تما يعني اكتمل بناؤه وتشييده ودارت فيه أول خطبة جمعة. اذا غادي نوصلوا تما ان شاء الله ونتوقفوا باش تشوفوا معنا الاشغال فيه فين راها واصله، وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي نعطيكم معلومات عن هذا المسجد الذي يعتبر من اقدم المساجد المتواجده في مدينه بركان، واللي عنده واحد التاريخ كبير في هذه المدينه. إذا هذه مدرسة الإمام الغزالي اللي راه أنفصلية، وهذه الطريق اللي تدي للجهة ديال الطحطاحة والمرشي القديم، الساحة الجديدة وهي ساحة المسيرة الخضراء للدرب. إذا هنا وصلنا للرومبوا اللي فيها المسجد العتيق، المسجد العتيق. هنا غادي نتوقف واحد الشوية، وفي نفس الوقت غادي تشوفوا معنا. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا يا ربي جود علينا. أذكر ما الله الورى بذا الصافي الطاهر، والكون قد تنور بطيب العناصر. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا يا رب شد علينا. المسجد الأعظم أو المسجد العتيق هو أول مسجد أقيمت فيه صلاة جمعة في مدينة بركان، بفضل توجيهات من القاضي محمد بن العالم رحمه الله. شيد المسجد في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، في سنة 1932 ميلادية الموافق ل 1352 هجرية، اكتمل بناء المسجد، واستدعى القاضي محمد بن العالم السيد العربي السنوسي الملقب بوادفل من فاس حيث كان يدرس فيها. عند وصوله خطب بالناس أول خطبة جمعة في مدينة بركان. فتح المسجد الأعظم في وجه الطلبة لتلقي العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم وتدارسه، وأول مقرئ بهذا المسجد هو السيد الحسين بن علي بن عبد الله اليعقوبي اليزناسني، الذي كان أيضا مؤذنا وقيما على المسجد. في موكب البشائر وجوز السلع الطيبة إلى العلي القدير. الله الله مولانا، الله الله أثناء الحرب العالمية الثانية، كان يلقي السيد العربي السنوسي خطبا تحث الناس على التمسك بالتعاليم والأخلاق الإسلامية.
من بين المعلومات عن المسجد الأعظم أو المسجد العتيق، وهي أن الأرض التي بني عليها المسجد كانت في ملكية السيد صالح قيرات، وقد وهبها لأجل بناء المسجد، وأن المحسن الذي بدأ البناء هو السيد الوشكرادي، والد السيد عبد الله الوشكرادي صاحب سينما ملوية الموجودة في مدينة بركان والموجودة بالقرب من هذا المسجد. من بين الأئمة الذين كانوا في المسجد أيضا هو الحاج سلبكاي حيدر، الذي اشتغل إماما به من بداية الثمانينيات إلى أن توفي في سنة 1995 رحمه الله، والذي تخرج على يديه العديد من حفاظ كتاب الله والعديد من الأئمة. هذه هي بعض المعلومات عن المسجد الأعظم أو المسجد العتيق، وهو أول مسجد أقيمت فيه خطبة الجمعة في مدينة بركان. قال له أهل السماء يا مرحبا بالصائر، أنا قدر منك قد سامى على معشار الأكابر. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا، يا رب جود علينا. فهو نبي الأنبياء من أول وآخر، وهو صفي الأصفياء وسيد الأكابر. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا، يا رب جر علينا. فيا سقيما بالذنوب من باطن وظاهر، الشمس مالت الغروب ويحك قوم وبادري. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا، يا رب جود علينا. فإنما الدنيا غرور عظيمة المرائر، كم من ديار وقصور وأرض دوافير. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا، يا رب جود علينا. إن ضحكت من يومها أبكت من يوم آخر، وما نجا من همها إلا ذو البصائر. الله الله مولانا، الله الله ربنا، الله الله مولانا، يا رب جود علينا. الناس اللي عندهم معلومات أخرى عن هذا المسجد بالضبط، أتمنى أنكم تضيفوها لنا في التعليقات وتقولوا لنا إلى عندكم شي معلومات أخرى ولا أئمة اللي كانوا في هذا المسجد. مهم أي حاجة متعلقة بهذا المسجد أتمنى إضافتها في التعليقات. وإلى عجبكم طبعا هذا الفيديو ما تنسوش أنكم تكسبونا تشجيعاتكم في الكومنتير، وشكرا لكم على حسن المتابعة.